السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله. اليوم جايب لكم برنامج كثير حلو ورائع بصراحة، برنامج بيعدل لك الغلاف تبع صفحة اليوتيوب، تمام، على القياسات اللي بدك تحطها على صفحة اليوتيوب، لأنه بتعرفوا صفحة اليوتيوب الصورة تبع الغلاف لازم يكون في لها قياسات معينة، تمام. فهلا رح اشرح لكم فكره تعديل القياس تبع الصوره، تمام، بالاضافه انه هذا البرنامج في كتير شغلات، يعني هلا رح اشرح لكم بس مقتطفات منها مشان ما يكون الفيديو طويل، ما طول عليكم، تمام. مثل العادي الله يخليكم، عم بتعب بالفيديوهات، اشتركوا بالقناه واعملوا لنا لايك ولا ضيعونا تعب، وكل مين عنده قناه على اليوتيوب بيعرف قديش مهم الواحد انه يشترك بالقناه، تمام. فلا تنسونا من الدعم وبتشكركم، وخلينا نبلش. يلا هلا في عنا هذا البرنامج اللي هو برنامج فوتو اديتور، تمام. هذا البرنامج بتفوت على السوق بلاي، تمام، بتكتب عندك هون محرر الصور، بس تحط محرر الصور بيطلع لك، تمام. هذا هو البرنامج ليكم، تمام، بتفوت عليه بتعمل له تحميل، طبعا انا محمله هون، بتعمل له تحميل، بترجع بقى بتلاقي عندك وين طلع عندك على الصفحه هون، تمام. هلا البرنامج رح نفوت عليه، تمام، تطلع لنا هي اللائحه، هي اللائحه الموجوده هون، تمام. عندك هون الجاليري، تطبيقات الجاليري، اذا بدك انت عندك صوره من الكاميرا، اذا عندك شيء جديد بدك انت تصمم صوره، تمام، صور السابقة، إذا أنت عامل صور سابقة بتفوت عليها بتلاقيها هون. قيم محرر الصور هي ما لنا فيها. عندك هون الأدوات، هاي الأدوات بتفوت عليها، بس تفوت عليها أنت هون الأدوات، أنت إذا حابب أنك تعمل بالصورة اللي بدك تعملها الغلاف، أنه مثلا نفترض تفوت عليها بدك تعمل مثلا خطوط، تمام، ناخد صورة من الجاليري، هاي الصورة مثلا هنختارها، تمام. انت هون بس تفوت على هي الصورة، شايفين هالخطوط المحطوطة فيها، اي الخطوط انت بامكانك تعدلها وتساوي كيف بدك اياها، تمام، اي بالنسبة لموضوع هيك الخطوط، تمام. هلا في عنا هون كمان اذا انت حابب تعمل، يعني عندك اكتر من صورة مثلا وحابب انك انت تضغطها تعملها ضغط، تمام، على ملف تسيب، تمام. وعندك هون انشاء ملف PDF، يعني انت اذا حابب مثلا تعمل ملف PDF بس انه يفتحه الواحد تقلب هيك تلاقي صور فيه، تمام، كمان هذا كتير كتير حلو. عنا هاي كمان اللي هي ميزة الصور المتحركة، انت اذا حابب تعمل صور متحركة فيك تعمل صور متحركة، يعني في كتير شغلات هون، تمام. انت بس تفوت، كتير سهل تفوت على اي واحدة منها، مثلا نفترض انشاء فوتوشوب تفوت عليها، تمام، بنقول لنا ناخد صور، نكبس على هون، نفوت مثلا بدنا اكثر من صورة، هاي واحدة تنتين ثلاثة اربعة، تمام، نقول له فاتك، نفتح عليها، فتح لنا. هلا هدول الصور نفسهم انا اذا هلا بعمل لهم هون بكبس على هاي بيضغطهم بيعمل لي اياهم ملف PDF، او بفتح ملف PDF لايهم موجودين هون بالصورة، بس انا ما بدي احوله، تمام، الغاء، نرجع. هلا هون مثلا عندنا نحن بدنا نساوي صوره، تفوت على هاي نحط له من الجاليري، هاي الصوره انا اللي ساويتها، بنقول له هون فيرتي، هاي الصوره، تمام، مثل ما كنتم شايفين. هلا هاي الصوره انا مثلا بدي اعمل الحجم تبع هاي الصوره بحجم الغلاف اللي بنحط على اليوتيوب، تمام. بنكبس على هدول الثلاث خطوط اللي هون، بنقول له تغيير حجم الصوره، تمام. هلا هون اعطانا هو انه قديش بدنا نحط الحجم تبع الصوره، بنكبس على هي اللي هو القلم، هي هون عم يقلنا شو القياس اللي بدك تحطه انت لصفحه الغلاف تبع صفحه اليوتيوب، تمام. هلا القياس تبع الغلاف على صفحه اليوتيوب معروف اللي هو بيجي هاد ليكم، بيجي العرض 2048، الطول 1152، تمام، هذا الحجم نحن يلي بدنا اياه. اذا مثلا انت بدك تحط حجم غير هذا الحجم تعدله انت على كيفك، هلا شوف مثلا تكتب هون انت بتحط له اي رقم،
مثلا 2040 48 بيحط لك هو دغري بقى تلقائيا الطول قديش، بس انا ما بدي، بدي اعدله على كيفي، فبكبس على اشاره الزائد هي اللي هون، هون بتحط القياس اللي بدك اياه، مثلا هي 2040 48 تمام، شايفين انا هون انا بتحكم بالطول، بحط القياس مثلا طول افترض 1800، فبيعطيني انا هذا القياس بدي اياه، بقول له موافق بيعطيني اياه تمام. وهون عم يقول لي انه انت على شو بدك اياه يكون يطبع، على قياس الصفحه شو، الآ صفر، الآ واحد، الآ اثنين، الآ ثلاثة، الآ أربعة، الآ خمسة، يعني معروفين القياسات تبع الوراء تمام. هلا القياسات اللي تبع الوراء الطبيعية اللي هي ورقة الـ A4 تجي ورقة عادية، هاي تجي بتجي A4 تمام، A4 وفي عندك الآ ثلاثة، الآ ثلاثة هي بتجي الأكبر تمام، قد الصفحة اللي هي الـ A4 بس بتجي الأكبر على مرتين يعني تمام. فهي القياسات هون انت اي اي ورقة بدك تحطها تمام. نعمل له هون موافق، هون مثلا اعتمدنا نحن هذا القياس، بنقول له اعتماد تمام، بقوم بيعدلها هو، بس عدلها شو بنساوي نحن، نعطيه اشارة الصح، هون اخذ القياسات اللي احنا اللي بدنا اياها تمام. بعدين بس بدنا ننزلها، نكبس على هذا السهم، نكبس عليه تمام. هون عم يقولنا وين بدك تنزلها، بنقول له وين بدك تنزلها، اذا حابب تشاركها بتشاركها، اذا حابب تحطها خلفية شاشة، اذا حابب تنزلها على الجاليري عندك على صندوق مطرح بينزلوا الصور، يعني هي خيارات كلها موجودة عندكم شايفين. بالاضافة هون عندك خيارات كمان حلوة، بيقول لك انه شو الصيغة اللي بدك تنزلها، صورة متحركة، صورة بي دي اف، اي تي سي، يعني شايفين كل شيء موجود هون عندكم. برنامج بصراحة والله كثير كثير حلو ورائع يعني بصراحة تمام. فنحن بس بدنا نحفظها، نقول له اوكي، بنحفظه على الجاليري مثلا، طلعه فيس تمام. هلا انا ما بدي اطول عليكم فيه للبرنامج للفيديو مشان ما تملوا يعني تمام. فهون تكبس انت على هون، تكبس على هدول الثلاث خطوط، شايفين بيطلع لك كثير خيارات هون تمام. يعني لنفترض مثلا خلينا نقول له اللون، هون بتعدل الالوان كيف ما بدك انت، شوف بتنوس، بتعلي الفتحه تبعه، بتغمق، بتساوي انت الالوان اللي بدك اياها تمام. بالإضافة إنه في فلاتر كمان، لو أرجينكم هون تجاهل، نفوت عليه مثلاً، عنا إطار مثلاً تمام. أنت هون حابب تحط الصورة بإطار، شايفين بتحط الصورة بإطار اللي بدك إياه، أنت بتعمل كيف ما بدك. في كتير كمان خيارات شايفين، شوفوا هاي تمام. يعني بصراحة برنامج والله كثير حلو. هي بتعمل هيك، هون بتحط انت ايش لون بدك، قديش بدك يكون المسافة، الإطار يكون كثير، اطراف كذا، يعني برنامج والله حلو كثير. شوفي عنا كمان عنا كتابة على الصورة هون، اذا بدك تكتب شيء على الصورة بامكانك كمان تكتب اي شيء هنا على الصورة تكتبه تمام. نرجع شوف في عندنا كمان مؤثرات، شو هي المؤثرات، هاي فلاتر شايفين كمان، شوف شلون قلبت الفيلم، كانت هيك يوتيوب انقلبت صار بالعكس، هيك بتصير لتحت، هيك بتصير لفوق، شايفين كمان يعني في كتير، شوفوا هاي كمان عندك هون خيارات كتيرة شايفين، انت بتحط الخيار اللي بدك اياه يعني. هون تعديل البكسل، قديش الدقة تبع الصورة بدك اياها، البكسل تبعها يكون عالي بتحط هون، قديش البكسل بدك اياه بتحطه. هلا انا حاطط له هون بدي ايمن هدول، بينقام، شايفين هدول الخطوط اللي كانوا محطوطين بينقاموا، بتحط البكسل هون انت اللي بدك اياه، هي 300 صار البكسل تبعها عالي جدا، خليه 100 بيرجع 100 طبيعي تمام. شوفي عنا كمان ضبط الاستقامة، هاي كمان فيك تعمل هيك ميال، تميلها تمام، او تخليها انت ما هو مستقيم. شوف يعني من حياة الالوان، من حياة الالوان، ايه شوفوا هاي، بس بالنص انسى مثلا تروح لتحت بيغمق لك الالوان، انت وين بدك تكون
الحمار اكثر بتساوي، يعني بدك تكون ناقص بتساوي، شايفين كيف؟ يعني هيك انت بتعدل كيف ما بدك الالوان. هي هي ميزه يعني للناس اللي كثير بتدقق بهالامور هي تبع الالوان، وبدها تظبط وبدها تعدل. تمام، بس انه هي الفكره يعني تبع. نرجع، في كتير والله بصراحة، في كتير كتير يعني كتير في شغلات هون ممكن انت انك تفوت وتساويها. تمام، قص، شو هاي؟ هاي هون انت بتقص قد ما بدك الصورة. تمام، بتحط كيف بدك، بتعدلها، بتقص، بتكبرها، بتصغرها، كيف بدك بتساوي. تمام، يعني بصراحة البرنامج والله في كتير كتير شغلات حلوة وظريفة. هلا انت بس عدلت الصورة وحطيت كل شيء قياسات وكل شيء ظبطته على 24 بدك اياه، تكبس هون على هي السهم، بيقوم هو بينزل لك اياها، بتفتح بتلاقيها انت وين فورا، بتلاقيها عندك هون هيك مثلا. هي الصورة هي تعدلت، مثلا انا معدلها هون مظبطها، بتطلع عندي هيك. تمام، فبرنامج بصراحة والله كثير حلو، بيعدل لك صور، قياسات، بيصمم لك صور، انت اي شيء بدك تساوي بامكانك تساوي بهذا الموضوع. تمام، فحبيت اشارككم هذا الفيديو واشرح لكم عن الموضوع هذا، لانه بصراحه في كثير ناس يعني عم تعاني من قصه انه بده يغير القياسات تبع الصوره، بكون بيحط صوره بس ما بتنحط معه على الصفحه لانه لازم يعدل القياسات تبعها. فهذا البرنامج بصراحه هو طلبكم، وهذا رح تستفادوا منه باذن الله. إذا عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، رجاء اشتركوا بالقناة واعملونا لايك وشاركوا الفيديو. بتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.